العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه حلقات يسيرة بسيطة تستطيع أن تعدها قطوفا يسيرة، ولكن أصحاب القناة هنا أصروا على أن تكون قطوفا من حياتي الشخصية، وأنا في الحقيقة لا أرى في حياتي ما يستحق أن يكون قطوفا يقتطفه الناس، ولكن على أي حال هذه مواقف على مدار حلقات بإذن الله عز وجل تجدون فيها شيئا من المتعة وشيئا من الطرافة وشيئا من الموعظة وشيئا مما يرفع الهمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول حلقة أتحدث فيها والحملة التي تقوم بها القناة هنا إنما هي للتعريف بشأن من من الله عز وجل وأنعم عليهم بفقد البصر، وما قيمة ذلك في حياتهم، وهل أثر ذلك في أعمالهم وقوتهم ونشاطهم، أم أن هذا كان سببا في زيادة نشاطهم وقوتهم وعلو همتهم أكثر وأكثر. اعلموا أولا يا أيها الكرام أن العمل الحقيقي ليس عمل عينين، وإنما هو عمل قلب. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه عز وجل أنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. العميان أو المكفوفون أيها الإخوة الكرام لهم شأن عجيب جدا. قيل لقتادة: ما بال العميان أذكى وأكيس من البصراء، يعني أكثر فطانة. طبعا هذا ليس على يعني على عمومه، ولكنه قد يكون في الغالب أو كما يتصور هو. قال: لأن أبصارهم تحولت إلى قلوبهم. وقال الجاحظ: العميان أذكى وأحفظ وأذهانهم أقوى وأصفى، لأنهم غير مشتغل الأفكار بتمييز الأشخاص، ومع النظر تشعب الفكر، ومع إطباق العين اجتماع اللب. يعني المبصر ينظر يمينا وشمالا فينشغل فكره، أحيانا تحدثه فلا يكاد يسمعك لأنه ينظر إلى شيء ويدقق فيه النظر. قال إبراهيم التيمي: كفى بالمرء حسرة أن يفتح الله في بصره في الدنيا وله جار أعمى، فيأتي يوم القيامة أعمى وجاره بصيرا. وسمعت عفيرة بنت الوليد البصرية العابدة رجلا يقول: ما أشد العمى على من كان بصيرا؟ فقالت: يا عبد الله، عمى القلب عن الله أشد من عمى العين عن الدنيا، والله لوددت أن الله وهب لي كنه محبته ولم يبق مني جارحة إلا أخذها. وقال رجل للقاسم بن محمد وقد ذهب بصره: لقد سلبت أحسن وجهك. قال: صدقت، غير أني منعت النظر إلى ما يلهي وعوضت الفكرة في العمل فيما يجدي. وكتب مبارك أخو سفيان الثوري إليه يشكو ذهاب بصره، فكتب إليه سفيان: أما بعد، فقد فهمت كتابك، فيه شكاية ربك، فاذكر الموت يهن عليك ذهاب بصرك والسلام. ومما يذكر ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وله كلام
رائع في هذا، يقول: وعيرني الأعداء والعار فيهم، وليس بعار أن يقال ضرير. إذا أبصر المرء المروءة والتقى، فإن عمى العينين ليس يضير. رأيت العمى أجران وذخران وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. وإلى لقاء جديد.